كتشوفوا لا ديفاران هاد السنه في النسخه الرابعه ديالها. الحمد لله منين بديناها وحنا كنحققوا الاهداف اللي بغينا. الهدف الاول كان هو مشاركه الجمعيات اللي كيهتموا بامراض مزمنه. كيف ما كتشوفوا تنقولوا توس كونتر لو كونسير. علاش؟ لان الكونسير شي حاجه اللي كتكلم سا بارل دغيا الناس كيفهموا ملي كتقولوا كونسير، ولكن هي جميع الامراض المزمنه والناس اللي كتعاني وكتعاني في صمت. هذيك النهار الجمعيات كيجيو كيجيبوا المرضى ديالهم وكيشاركوا الناس اللي عمرهم ما تخيلوا في الخيال ديالو يربح ميداليه. كيربح ديك النهار ميداليه كنعطيوها لاخر واحد. الناس اللي عندهم كراسي متحركه عندنا حنايا المتطوعين كيدفعوا بهم، الناس المكفوفين كذلك كيشاركوا معنا. هذا السنه عندنا شرف اننا غاتجينا درجه عجزه غادي يشاركوا معنا، وهو تظاهره ديال العائله كلها ديال النساء رجال اطفال جميع الشرائح الاجتماعيه مشاركين، والدعوه مفتوحه لجميع الجمعيات خصوصا الجمعيات اللي تتكلف بالامراض المزمنه. ما تيتوشيش جوست الناس اللي تيمارسوا الرياضه ولا الرياضيين فقط، ولكن كيتوشي واحد نسبه من الناس المساكين اللي تيعانيوا واللي عندهم امراض وهذا. فهذه بادره طيبه جدا، وتي يعني تيشرفني انني جيت انا باش نحضر ان شاء الله في ليفينمون اللي غادي يكون لو 31 مارس على ود هاد الناس اللي تيعانيوا في صمت وتيعانيوا من امراض سواء امراض مزمنه ولا امراض خطيره، وغادي يجيو هاد النهار باش يقدروا حتى هما يمارسوا الرياضه ويدوزوا واحد لا جورني اللي على الاقل غيحسوا بواحد التخفيف على نفوسهم من خلالها.